انا مش عارف ارفع عيني من على الشاشه اللي قدامي. بطبيعه الحياة بحكم الشغلانه قدامي شاشه، الشاشه دي بقى جايبه كل حاجه موجوده في الميدان دلوقتي، وقاعد عمال بفتكر الحلم والثوره والبيان والاطمئنان، الحلم اللي حلمه كل المصريين بتبقى بانه يبقى فيه عندنا بلد، دوله اسمها دوله المؤسسات، وده اللي حصل، دولة يبقى فيها أمن وأمان، وننزل نتمشى في الميدان ده كله من غير ما نبقى قاعدين قلقانين لا نتضرب برصاص ولا يحصل تفجير ولا نسمع خبر اغتيال فلان ولا تفجير المبنى الفلاني في المكان العلاني. المصريين لما نزلوا يوم 30/6 نزلوا في وش الإخوان، مش بس الإخوان الجماعة، الإخوان وكل اللي شبههم، في وش التطرف، في وش الظلم، في وش الظلامية. المصريين كانوا أسرى في إيد الجماعة، الجماعة كانت بتحلم إنها تحكم البلد دي 500 سنة، وقالوها على لسانهم بدل المرة 1000 1000 1000 مرة. المصريين وقفوا في وش كل أشكال الإرهاب بدون أي خوف. ميدان التحرير مش بس أكبر ميدان في مصر، ده أهم ميدان في العالم، ميدان للحرية، ميدان للوقوف وش الاستبداد. المصريين لما نزلوا في 30/6 بأكتر من 30 مليون بني آدم، نزلوا علشان يقولوا يسقط يسقط حكم المرشد،